أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. طيب الشيخ السؤال آخر، هل يحترم ويسمع لرأي المخالف حتى لو كان في الاعتقاد؟ لا لا، اللي يقول هذا مخطئ. إذا كان ابن سيرين أبى لا يسمع آية منه ولا حديث، كذلك عبد الله بن طاووس. والسلف يحذرون من سماع كلام المبتدع خشية أن يعني يؤثر على السامع. نعم.